السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهاردة من قناة اسرار الزراعة في المشاتل هنقدم لكم محتوى جديد عن كيفية زراعة بذور الختمية. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وياريت الدعم بلايك علشان يعمل توسع لانتشار الفيديو على منصات اليوتيوب. اول حاجة بيكون معانا بذور الختمية بالشكل ده كده، وده الكيس اللي جاي فيه نبات الختمية او بذور الختمية. وبعد كده بيكون معانا تربة خفيفة بالشكل اللي احنا شايفينها دي كده، ده تربة خفيفة لعملية زراعة بذور الختمية. ودي شكل البذور، ده شكل البذور اللي معانا، ده بذور الختمية. بعد كده بتتم عملية نسر البذور على وجه التربة بالشكل ده كده. ده عملية نسر بذور الختمية أو الختمية، والختمية دي من الفصيلة الخبازية. ده كده عملية زراعة بذور الختمية. بعد كده بيتم تغطية البذور بطبقة خفيفة أو طبقة رية جدا من التربة الخفيفة اللي هي تربة البطنس، نفس الشكل ده كده. اهم حاجة نحافظ على سمك التربة اللي فوق البذرة ما تكونش كتيرة علشان ما تكتمش معانا البذرة، والبذرة تقدر تنبت وتشيل التربة دي علشان تقدر تخرج النموات الجديدة. احنا بنغطيها بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده كده. عملية الإنبات بتتم في خلال أسبوع بالتمام، يعني في خلال 7 أيام بالظبط بتبدأ البذور في الإنبات. هنغطي البذور جيدا وبعد كده هنرجع لكم تاني إن شاء الله. وده شكل التربة بعد ما غطينا البذور. وبعد كده بيكون معانا ورقة بالشكل ده كده علشان لما نيجي نروي التربة ما تفحرش معانا والبذور تخرج من مكانها. وهنا بقى هنبدأ نروي التربة بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. اهم حاجة تكون المية تنزل على الورقة مباشرة عشان نقدر نحافظ على البذور ما تخرجش منها. احنا بنروي معانا بالشكل ده كده اهو، ونحافظ على البذور، ده اهم حاجة. في خلال اسبوع زي ما قلنا يكون البذور خرجت النموات الجديدة وعملت عملية الانبات. ومعانا صور اخرى او قصيص اخر كنت انا زارع فيه النموات او البذور من حوالي 10 ايام، هنوريكم دلوقتي عملية الانبات تمت ازاي والشكل النهائي ليه. ودي شكل بذور الختمية بعد حوالي 10 ايام بيكون خرجت النموات الجديدة بتاعتها وبقت بالشكل ده كده. دي عمر 10 ايام بالظبط. ده نبات الختمية، وده كل المعلومات عن كيفية زراعة بذور الختمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.